بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا طلاب الصف الثامن في هذا اليوم الاثنين السادس من شهر نيسان عام 2020، حياكم الله وأرجو أن تكونوا جاهزين لدرس جديد من دروس كتابنا المقرر. هذه المرة درسنا في القواعد في علم الصرف. كنا سابقا وبشكل سريع نعيد ما تعلمناه سابقا، قد قلنا إن الاسم في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين، جامد ومشتق. الاسم الجامد هو الذي لا يؤخذ من غيره، وميزنا بين نوعين للاسم الجامد، اسم جامد ذات واسم جامد معنى وهو المصدر. ثم تعرفنا على المصادر بأنواعها وطريقة صوغ المصدر القياسي منها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الاسم في اللغة العربية، الاسم المشتق. قلنا هو الاسم الذي يؤخذ من غيره وله أنواع، اسم الفاعل تعرفنا عليه سابقا، اسم مشتق يدل على من قام بالفعل، يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل ومن فوق الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. ثم مبالغة اسم الفاعل، اسم مشتق يدل على اسم الفاعل، يدل على من قام بالفعل ولكن في حالة الإكثار، في حالة المبالغة، وكان لمبالغة اسم الفاعل أوزان خمسة، هي فعال، فعالة، فعول، فعيل، مفعال. بعد ذلك كان لدينا اسم المفعول يدل على من وقع عليه الفعل، يصاغ من الفعل الثلاثي المبني للمجهول على وزن مفعول، قتل، مقتول، ضرب، مضروب، ومن الفعل فوق الثلاثي المبني للمجهول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. درس اليوم، مشتق اليوم، هو المشتق الثالث بين المشتقات، الصفة المشبهة باسم الفاعل. لو قرأنا هذه الأمثلة الثلاثة وركزنا انتباهنا على الكلمات الملونة باللون الأسود، على ما دلت هذه الكلمات؟ لماذا استخدمت هذه الكلمات؟ المناضل شجاع عند الملمات، والملمات هي المصائب. الحر لا يكون جبانا. الفائز فرح سعيد. ما دلالة هذه الكلمات؟ هل دلت على من قام بالفعل؟ هل دلت على من وقع عليه الفعل؟ على ما دلت هذه الأسماء الملونة باللون الأسود؟ لو فكرنا قليلا ستكون الإجابة أن هذه الأسماء شجاع وحر وجبان وفرح وسعيد، هي أسماء تدل على صفات في موصوفاتها. من صفات المناضل أنه شجاع، من صفات الإنسان أنه حر، ومن صفات الحر أنه لا يكون جبانا. الفائز فرح، من صفات الفائز أنه يكون فرحا، من صفات الفائز أيضا أنه يكون سعيدا. طيب، هل هذه الصفات صفات ثابتة أم متغيرة متجددة؟ يعني هل يكون المناضل جبانا في وقت ما؟ طبعا لا. هل يتصف الفائز بالحزن مثلا؟ لا، هي صفات ثابتة لا تتغير. لذلك قد يقول قائل: يا أستاذ، من قام بفعل الشجاعة نقول عنه شجاعا. يكون الجواب: لا يا بني، ليس هكذا. إنما إذا قلت محمد جالس، جالس نوع من أنواع المشتقات وهو اسم فاعل، تمام؟ طيب، هل سيبقى ثابتا في جلوسه مدى العمر؟ إذن هي متجددة، اسم الفاعل متجدد متغير. أما الصفة المشبهة فهي صفة ثابتة في الموصوف. لذلك عند تعريف الصفة المشبهة نقول: اسم مشتق يصاغ ليدل على صفة ثابتة في موصوفه وله معنى، أولها معنى اسم الفاعل. اسم مشتق يصاغ ليدل على صفة ثابتة في الموصوف
ولها معنى اسم الفاعل. ما معنى لها معنى اسم الفاعل؟ الاستفسار الذي شرحناه قبل قليل، من يقوم بالشجاعة هو شجاع، لها معنى اسم الفاعل، ولكن ليس فعلا متغيرا متجددا، إنما هو فعل ثابت، لذلك لم تسمى صفة أو اسم فاعل، إنما سميت صفة مشبهة باسم الفاعل. نكتب التعريف، نقول الصفة المشبهة باسم الفاعل هي اسم مشتق نوع من أنواع المشتقات يصاغ ليدل على صفة ثابتة في الموصوف. ولماذا تسمى باسم الفاعل، مشبهة باسم الفاعل ولها معنى اسم الفاعل؟ الآن كما جرت العادة في دروس المشتقات، كيف يصاغ هذا المشتق، كيف نصوغ هذا المشتق، ومما يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي ومن فوق الثلاثي، اسم المفعول كذلك الأمر، ولكن أولهما من المبني للمعلوم وثانيهما من المبني للمجهول. مبالغة اسم الفاعل تعرفنا عليها مع اسم الفاعل بنفس البحث بنفس الدرس، تصاغ فقط قلنا من الفعل الثلاثي المبني للمعلوم. مما تصاغ الصفة المشبهة وكيف تصاغ؟ أول ما يجب أن نقول، لو جينا إلى هذه الأفعال، شجاع، ما الفعل الذي صيغت منه؟ شجوع، هل هو ثلاثي أم فوق الثلاثي؟ هو فعل ثلاثي. جبان من الفعل جابون، أيضا من الفعل الثلاثي. فرح من الفعل فارحة. طيب، هذه الأفعال الثلاثة على سبيل المثال وليس الحصر، هذه الأفعال الثلاثة شجعة وجبنة وفرحة، هل هي أفعال لازمة تكتفي بفاعلها ولا تحتاج إلى مفعول به، أم هي أفعال متعدية تحتاج إلى مفعول به أو أكثر كما تعلمنا في الفصل الأول؟ هي أفعال ثلاثية، هي أفعال ثلاثية. أيضا تعلمنا طريقة للتمييز بين اللازم والمتعدي، إذا كنا نتذكر ذلك، نضع للفعل هاء الغائب، فإن قبل أن يتصل بها فهو فعل متعد، وإن لم يقبل الاتصال بها فهو فعل لازم. فرحه، هل هذا صحيح؟ لا. جابونه، لا. هذه أفعال لازمة، إضافة إلى أننا إن وضعناها في جملة فسيتم معنى الفعل دون الحاجة إلى المفعول به. فرح الفائز، جبن الرجل، شجع المناضل، تم المعنى دون الحاجة إلى المفعول به، لذلك فالفعل لازم وليس متعد. إذن أفعال ثلاثية لازمة، وبالتالي يمكن لنا أن نقول تصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل على أحد الأوزان التالية. على أحد الأوزان التالية، إذن يجب علينا أن نعلم أن أو أن نعرف أن الصفة المشبهة تصاغ فقط من الفعل الثلاثي اللازم، ليس لها طريقة في الصوغ، إنما تصاغ على أوزان، كما صغنا مبالغة اسم الفاعل أوزان تحفظ، كما حفظنا أوزان مبالغة اسم الفاعل أوزانها.